طلع مرة عايزينك انت كده ماشيين كويس؟ خلاص رجعت على التسجيل بتاعنا اللي فات كويسين؟ برنامجتك يعني. هنتكلم عن الديستال فيمورال ريالايمنت اوستيوتومي اوبن ويدج اوستيوتومي يوزنج سمبليفايد اكسترنال فيكسيشن. يعني هي الفكرة كانت السؤال لي يعني هل هنقدر نصلح انجولر ديفورميتي؟ هي طبعا هي الانجولر ديفورميتي انجولر وسنجل بلين، يعني بنتكلم عن انجولر وسنجل بلين اللي هي مينلي واللي هي الكورونا بلين. على طول على شكل الفريم بتاعنا. طبعا دي ديستال فيمر وفيها فالجس ديفورميتي. لما نيجي نعمل ميكانيكال اناليسيس للديفورميتي دي بالطريقه بتاعتنا اللي هي الطريقه المعتاده، بعتين لها اكس راي صغيره زي كده. طبعا دي صوره نمبر سي ار انا راسم عليها. الابيض ده الجوينت اورينتيشن لاين بتاع الديستال فيمر اهو، الكوندايل لاترال كوندايل والميديال كوندايل بوست برومنت بوينت، وبنوصلهم مع بعض. يبقى ده الجوينت اورينتيشن لاين. وبعدين هرسم الميكانيكال اكسس بتاع او الاناتوميكال، لان زي ما قلنا بنشتغل في الفيمر اناتوميكال. لان لو اشتغلت ميكانيكال هتلاقي البنز مش داخله عمليه على الشافت، داخله بميل على الشافت بتاع الفيمر، فبتبقى صعب قوي وعد الشنز يتزحلق منه. فانا شخصيا بفضل اشتغل اناتوميكال على الديستال فيمر. فعندنا رسم ال 81 درجه اللاترال ديستال فيمرال انجل اللي هي دي، ونرسم الميد دايفيزيال لاين بتاع البروكسيمال تيبيا اللي هو ده، هنقطع اللاترال كورتكس والميديال كورتكس والنص، وده الميد دايفيزيال لاين. يبقى ده الاناتوميكال اكس بتاع البروكسيمال فيمر، وده الاناتوميكال اكس بتاع الديستال فيمر. التقاطع بتاعهم يبقى الكره بتاعتي فين؟ هنا في الحته دي. بس انا مش هقدر اعمل استوتومي، هعمل استوتومي في الحته دي. يبقى كميه الترانسليشن المطلوبه قد ايه؟ الفرق بين المسافه بين الاناتوميكال اكس بتاع الديستال والبروكسيمال، يبقى دي الحته بتاعت الايه؟ الترانسليشن، الحته الصغيره دي. وده نفس فكره التكنيك بتاع بودو بليد. بودو بليد انت بتعمل اوستيوتومي ولا اوبليك بحيث تبقى الهنج بتاعته فين؟ مش هنا، الهنج هنا قريبه جدا من مكان الكور. لما تعمل اوستيوتومي اوبليك بهذا الشكل والهنج بتاعتك على الميديال كورتكس، يبقى الهنج قريبه جدا من الكوره، فبتقلل الترانسليشن المطلوب وبتحافظ على الميديال كورتكس انتكت، وبالتالي بتديك ستيبل اوستيوتومي. يبقى انت بتعمل اوستيوتومي اوبليك وعامل اوبننج ويدج وحاطط جرافت ومثبت بالايه؟ بالبليت. ده البودو تكنيك مش كده؟ ولا في حاجه ثانيه غير كده؟ هو ده التكنيك بتاع البودو بليد. فاحنا بنعمله بس بالاكسترن فيكسيتور، وبنعمله بيركوتينكس. بيعملوه ورك شوب في المؤتمر السنوي اللي هو توما فيكس، يمكن بعضكم حضروا، اللي هو فيكس اسيستد بليد. فاكرينه؟ بيحط مونو لاتر اكسترن فيكسيتور ويعمل اوستيوتومي ويحط الجرافت ويروح مثبت بلوك دي بليت وشايل الاكسترن فيكسيتور. احنا بنعمل الاكسترن فيكسيتور بتاعنا بحيث ان نعملها جراديوال او اكيوت، ونسيب الاكسترن فيكسيتور زي ما هو ما نشوفوش. اهو نفس الصوره رحت راسمها على ورق. لما اكون متلخبط ارسم على ورق، اي ورقه كده وانا قاعد بتفرج على التلفزيون، رحت ساحب ورقه وراسمها بايديا للديستال فيمر فيها فالجاس، عامل اوبليك اوستيوتومي بتاعي والكره اهي بتتحط الصرف هنا ولافت الديستال سيت. دايما تفكر في الديفورميتي كونكشن على انه دوائر، ان في الكره دي مركز الدايره والدايره دي بتلف حوالين الكره. اروح مثبت عند النقطه الحمراء دي ومصلح الديستال سيجمنت، يبقى انا هيحصل لي هنا ايه؟ اوبننج ويدج لاترال بهذا الشكل، وترانسليشن دي هتروح سنه كده جدا. دايما تروح تشف الاكس راي على ورقه اهي وتروح جاي راسم. هنا مثلا دي لو حاله فيها فالجس، لو فيها فارس، يبقى انا الدوائر يبقى هتلف بهذا الشكل، والكره اهي هتلف كده، يبقى هيحصل ترانسليشن والمثلث ده هيلبس. وده بون سو بون اهو، وده الفريم بتاعنا. هذه الشنزين دول عاملين زاويه 81 درجه مع الجوينت اورينتيشن لاين بتاع الديستال فيمر، وال او لو انا حطيتهم الاسهل بارلل للجوينت لاين، بس في الاخر مش هيبقوا بارلل للاثنين اللي فوق، والاثنين اللي فوق عمودي على الاناتوميكال اكسس بتاع الديستال فيمر. يبقى انا اخد بالي في الفريم ده اهو، ديستال بشتغل ميكانيكال وبروكسيمال بشتغل اناتوميكال. يبقى دول بارلل للجوينت لاين ودول عمودي على الميكانيكال على الاناتوميكال اكسس.
يبقى دول هيعملوا انجل في صغيره حوالي 7 درجات بين ده وده اللي بتعوض لي الميكانيكال والانتوماتيكال. الهنج بتاعتي هتبقى هنا في الميديال كورتكس اللي يديني فيري ستيبل فيري ستيبل اوستيوتومي اوبننج ويدج بهذا الشكل والهنج بتلف اللحم. فيرتشوال هنج هنج افتراضي اهو زي كده الهنج موجوده ميديال اهي الناحيه دي وعامل الاوستيوتومي والهاف بينز الشنزات بارل للجوينت لاين تلف ازاي لاحظ التشابه يبقى الهنج الافتراضيه دي يبقى هي الهنج الموجوده اللي بيلف الاوستيوتومي حواليها بيعمل اوبننج ويدج بهذا الشكل. بنسميها سيركولار ديستراكشن بعمل ديستراكشن في دايره يبقى الديستراكتور البعيد بيمشي بسرعه اكبر من الديستراكتور هيشوف مشي قد ايه برغم ان هما بداوا الاثنين مع بعض لكن اللي هو الاصفر ماشي بسرعه اكبر من الايه من الاحمر لان الدايره الداخليه اصغر من الدايره الخارجيه اهي سيركولار ديستراكشن يبقى هيتحول من كده لكده لكن لو انا عملت لو انا عملت لينير ديستراكشن يبقى انا هعمل لينسنج بالمره معاها لو انا عملت الديستراكتور الاثنين مع بعض بنفس السرعه يبقى هيعمل لي لينسنج بس لكن لو عملت اللي بره الاصفر اسرع من الاحمر يبقى هيعمل لي سيركولار ديستراكشن وانجلر ديفورميتي كوريشن. نشوف الحاله دي فيها فالجس ديفورميت في الديستال فيمر الاسكانوجرام اهوت مبين لي الديستال فيمر فيها انجل حوالي 10 درجات يعني كوركشن مطلوبين او تقريبا حوالي 12 درجه لان هي 75 لا ده 75 يبقى انت عايز 6 درجات لان ده الميد ديفيزيال لاين وده الجوينت اورينتيشن لاين يبقى الاناتوميكال لاترال ديستال فيمورال انجل هنا 75 وانا عايزها 81 اهو رسمت ادي الهاو ادي ريفرنس واير بارل للجوينت لاين حطيت البنز بارل للجوينت لاين وفي اللاترال فيو طمنت ان هي فوق الفايسز لان الراجل ده عنده 16 سنه فبرغم ان هو اولموست سكيلتال ماتيور يعني ممكن يبقى عنده ريمينينج جروث 1 سم حاجه بسيطه قوي فانا مش عايز اعمل فيها مشكله فخليت الفيكسيشن بتاعي فوق الايه؟ فوق الفايسز بالظبط عشان ابقى اقرب ما يكون للجوينت والبنز اللي هي فوق عموديه على الايه؟ على الاناتوميكال اكسس يبقى دول مش هيبقوا في النهايه مش هيبقوا بارل لدول هيبقى في انجل بينهم حوالي 7 درجات. ده الفريم بتاعنا عباره عن قرشين صغيرين اهوت وفي هنج اربع هنجات ادي 1 2 3 4 واربعه ديستراكتور اثنين قريبين اهو ده قريبين من اللي هم اللي هو احمر واثنين بعيد اللي هم الاصفر. البعيد هيمشي اسرع من القريب وبالتالي هيعمل لي سيركولار ديستراكشن اللي قلنا عليه اللي هو ده نرجع له ثاني. افكركم بيها تمام يبقى في اثنين ديستراكتور قريبين اللي هو الاحمر واثنين ديستراكتور بعيد اللي هو الاصفر. الاصفر هيمشي اسرع من الاحمر وبالتالي هيعمل لي انجولار او سيركلر ديستراكشن يبقى انجولار ديفورميتي كوريشن. زي ما شايفين فريم صغير جدا ورق قرشين بس وفي الجنب اقدر اعمل الرجلين في نفس الوقت اهو زي كده الفريم راكب اهو البنز دول بارل للجوينت لاين ودول عمودي على الاناتوميكال اكس اللي هو الميد ديفيزيال لاين ده اهو وحد اعمل جراديوال ديفورميتي كوركشن جراديوال انتر اوبرتيف يعني هنا كانه اكيوت يعني اخد بالي من الاخطاء اللي اكتشفناها مع الوقت ان لازم ايدولي يعملوا ديستراكشن كمان يعني ده يطول معايا يعني لان هو بعيد لان الهنج جوه خالص هنا يبقى ده لازم يطول هو كمان يبقى ده بيطول بسرعه كبيره والقريب يطول بسرعه اقل. انا هشتغل على الهنج طويل الاربعه شغالين لان الهنج بتاعتي اكشوالي الهنج النقطه الحمراء اللي هي في الميديال كورتكس مش اللي بره ده اللي بره ده كل الاربعه ديستراكتورز بس اثنين شغالين اسرع من الاثنين القريبين عشان كده خليت الاثنين اللي جوه كله بيعمل ديستراكشن بس اللي بره مثلا 2 مللي اللي جوه 2 1 مللي اللي جوه الاثنين الهنج اللي جوه مش فيهم
اللي هي لونه بلون هنج فيها هنج برضه فيها هنج لكن الحركه بتاع الهنج مش هتبقى كافيه هتبقى توصل للاخر وهيبقى لسه التطويل محتاج بحتاج تطويل اه طبعا بنعمل بيركوتينيوس اوستيوتومي بالطريقه بتاعتنا الاوستيوتومي اوبليك اهو الاوستيوتومي ماشي في العظمه والميديال كورتكس انا سبتها انا وقفت شورت اوف ذا ميديال كورتكس الاوستيوتومي ما عداش يعني البنطه اللي هي التخينه بنطه 5 مللي او 4.8 عملت بيها دريلنج وبعدين رحت بالاوستيوتوم مكمل لحد واقف على الميديال كورتكس عشان اسيبها يبقى كانه اوستيوتوم اوستيوكليزيس يبقى يديني ستابيليتي وبون كونكريت وجراديوالي انتر اورتيف بفتح اهوت الاوستيوتوم فتح عملت الكوركشن بتاعي انا تغاضيت عن الترانسليشن اللي هو صغير قوي نسبه قليله في سبيل ان انا احافظ على الميديال كورتكس لحد كده انا بعمل بودو تكنيك مش كده اوستيوتومي وراح على الجرافت ومركب لوك دي بليد بس بدل ما افتح وبلاد لوس وانترنال فيكسيشن انا ركبت الاكسل فيكسيتور بتاعي وفي الاخر اطمنت ان مفيش ديسبليسمنت طبعا بعد ما ركب الاكسل فيكسيتور هتلاحظ حصل ديستراكشن هنا وهنا يبقى هما اثنين بعيد اهوت اللي هما الاصفر واثنين قريبين اللي هو الاحمر هتقول عادل خدت بالك كله بيعمل ديستراكتور ده كان اوبليك كان مايل زي كده في النهايه اصبح لايه يكاد يكون هما شبرنا في انجل بينهم حوالي 7 درجات في الفيمر لازم لما اركب بنز لان البنز دي داخله فين في الاليوتيبال تراكت مش كده بالذات ان في اللور سيرف هنا بتبقى الاليوتيبال تراكت بتحول لتندون تندون فبتبقى لافه على البنز دي وبتعمل ليميتيشن اوف ني موفمنت يبقى انا لما اركب الاكسل فيكسيتور لازم اعمل فريكشن للني يقوم الشانز ايه يشرم يعمل سبليتنج للاليوتيبال تراكت يسمح لي برينج اوف موشن لما اركب الاكسل فيكسيتور لازم اعمل فريكشن للني بهذا الشكل اعمل سكانو جرام بوست اوبر عشان اطمع على الالاينمنت بتاعي الميكانيكال اكسس مظبوط اهو في النص من السنتر اوف ذا فيمورال هيد السنتر بتاع الانكل ماشي في السنتر بتاع النين وكلينيكالي طبعا الميديال سايد كلير ده عكس ان انا لو هركب سيركلر فريم الرجلين هيخبطوا في بعض والعين مش هعرف يمشي لكن كده واقدر اشوف الالاينمنت بتاعي مظبوط ولا لا طبعا اسهل كل رجل بتاخد لها ساعه وربع بالظبط يعني بنعمل الرجلين في ساعتين ونص ناخد بالنا يعني اخر حاجه عملناها العين دايت بالمونري امبوليز طبعا دستال فيمر حصل له ماسك بالمونري امبوليز بعد 35 يوم من العمليه العين دايت طبعا هم احد الناس في البلد عندهم شافوا قال لهم ده عنده برد واداله انتي بايوتكس فضل العين استراجلنج يومين كاملين لحد ثالث يوم بيكلموني كان عين فيص ومات ف ابو كامل 37 سنه سواء تريلا عندي كده ف يعني اصبح بقى روتين دلوقتي بندي كليكسان انتي كواجلانس لانه طبعا قبل ما تديش انتي كواجلانس وبتاع ما اعرفش ايه فاصبح روتين بندي انتي كواجلانس دلوقتي كليكسان بندي ورا لحد نعم. ما يمشي لحد ما يمشي على رجله هو اول ما بدا يمشي البالمر الامبريز اتحركت راح يقع على اللانجرد اليوم ما خدش اصلا روتين بعد ما خدش انا ما كنتش بدي عمره كنت بدي ابدا عمره كنت بدي والانسيدنس بتاعه البالمونري امبليزما بعد الايزوليتد سيرجري في النين 7 من 100 في 7 من 1000 في المية سبعة من مية في المية يعني كل 10,000 حاله بيحصل حاله واحده فبندي دلوقتي روتين يعني مع ايفن مع التيبيا خلاص مع الفوبيا نكون بيشنت هيلثي وتعمل له اوبريشن ويموت فخلاص يعني مش هنخسر حاجه اديك انتي كويس بالذات لو بتعمل في الديستال فيمر وبايلاترال مش هتخسر عادي الهيلينج طبعا عندك الهيلينج لان انت عامل اوبننج ويدج ومش حاطط جرافت فالهيلينج حصل سريع جدا يعني الجهاز ده بيقعد بالظبط يعني العيان بيسال انت الجهاز قاعد في رجلي قد ايه؟ قالوا 90 يوم هم 90 يوم بالظبط بيحصل كومبليت هيلينج يعني في بون كونتاكت ميديالي ومعمول بيركودينياس وما فيش جرافت وده الجمال فينا ما بتحتاجش انك تحط جرافت كانسلس بون وانت عامله بيركودينياس اهو 90 يوم اكسترنال فيكسيشن تايم 90 وادي كلينك هو عيب التكنيك ده الحقيقه ان هو الرينج اوف موشن ماكسيمم ديورنج تريتمنت والجهاز اكتف ما بيزيدش عن 90 درجه يعني لو العيان اكتف وحلو قوي كويس ما بيقدرش يزيد عن 90 درجه ليه؟ اللي تبقى تراكت ملفه على البنس ما بيسمحش انك تبني بس هو يعني ده الايم التارجت بتاعك ان الديورنج تريتمنت والجهاز موجود ما يعني ايه يوصل 90 درجه على الاقل
اول ما بتشيل الجهاز وبيرجع الفيزيو طبعا بيحصل ريكفري فور رينج اوف موشن مفيش اي مشاكل. ممكن نعمله جراديوال ممكن يعني ممكن نعمله اكيوت ممكن نعمله جراديوال حاله زي كده هايبوكسفاتيميك ريكتس بسبب الماء انا ما اعرفش انا قلت يعني ايه قلت فالجس ويعني وماجنيتود شكله كبير شويه الانجل كبيره شويه فانا قلت اعملها جراديوال دي حاله هايبوكسفاتيميك ريكتس حتى حاطين لها البنز هنا هيدروكسابتايت كوتنج لان عشان البون سوفت قوي كانت بتاخد فيتامين دي والفيمر كانت يعني كانت في الكورونا بلين في السيجيتال بلين كيرفت بشكل عجيب يعني كانت فيها كيرف كبير جدا فكنا عاملينها هنا في المجمع كان معايا الدكتور بلال تقريبا طب بلال عبد الرافع عملناها وعمل مشينا جراديوال لحد رغم انها هي وستيميك ريكتس الحمد لله يعني حصل جراديوال ديفورميتي كوركشن وتصلحت كومبليت كوركشن تمام عملنا ممكن نعمل اكيوت ولينسنج بعد كده دي حاله اوليار ديزيز وكان عايز حوالي 6 سم ادي الفيمر اهي اوليار ديزيز حل ستريكس لاي موجوده اهي وسنجل بون ايزوليت عنده الفيمر والتيبيا افكتد سنه 12 سنه عملنا اكيوت كوركشن هنا بقى عشان اللينسنج عملت الفريم بلوكين عرشين تحت وعرشين فوق لان عندي الفيمر الديفورميتي الكره بتاعته فوق بعيد قوي فسمحت لي ان انا احط بلوك يعني عرشين تحت وعرشين فوق اهو اكيوت كوركشن وبعدين لينسنج بعد كده وطولنا ل 6 سم بتوعه لا الفالجس يعني لما بيصلح من فالجس لفارس ما تعديش الميد لاين ما تقلبهاش فارس هيحصل التريوريشن في النيم لا انا شخصيا بظبطها على الميكانيكال انجل اللاترال ديستال فيمورال انجل 90 ما بعديش الميد لاين اهو نفس الحكايه يعني الحمد لله الان يعني هو الكومبليكيشن الكبيره أول اللي حصلت لنا مع الحاله اللي هي الحاله اللي هي ضايد لكن بقيه الحالات كان ما كانش في اي مشاكل في الهيلينج رينج اوف موشن زي ما قلنا الليميتيشن بتاعتها ان الرينج اوف موشن ديورنج تريتمنت بيبقى ما بيزيدش عن 90 درجه لكن بعد ما بتشيل الجهاز والفيزيوثيرابي بيحصل ريكفري او ريجين للفول رينج اوف موشن بتاع النيت مره